كشفت أخيرا صانعة السيارات اليابانية سوزوكي سيارتها فيتارا 2015 الجديدة كليا بالتصميم والمواصفات الحديثة، والتي تملك خاصية الدفع الرباعي القوي من نسخة الإنتاج الخاصة بها من مفهوم IV4، كما تم الكشف عنها في معرض فرانكفورت في العام الماضي بنسخة كونسبيت. ومن مواصفات السيارة فهي تأتي بمبرد كامل وأنوار LED تعمل في النهار وتوجد في المصد الأمامي للسيارة. وتمتلك السيارة قوة 120 حصان وتتوفر بمحركين، الأول ديزل والثاني بنزين. كما تمتلك السيارة ناقل حركة من 5 سرعات يدوية. كما تعتبر السيارة موفرة للبنزين واقتصادية بشكل كبير عن سابقتها. وتحتوي السيارة على نظام الدفع الخاص وهو الدفع الأمامي، وأيضا بها كذلك دفع رباعي. ومن المقرر عرضها في الشرق الأوسط للبيع رسميا في الربيع القادم، وستكون متاحة بالكثير من الألوان والديكورات الخاصة والعديد من الفئات.